شجر الصوف احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا ضمن حلقة جديدة من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا. وباسمكم جميعا في مطلعها نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ عمار محجوبي مجيبا عن أسئلة إخواننا وأخواتنا. فحياكم الله شيخنا الكريم، مساء الخير. أهلا وسهلا، إن شاء الله بيبارك فيك. إذا نتواصل معكم ومع الشيخ إن شاء الله في الاستماع لأسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهاتف والخدمة التي تظهر أدنى الشاشة، ونستقبلها بعد بيان موضوع لقاء هذا العدد. جاء عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ولما كان ذكر الله عز وجل بهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية، فحري بالمسلم أن يتعرف على فضله وأنواعه وفوائده حتى يلزم ذكر الله عز وجل. شيخنا عمار محجوبي، فوائد وفضائل ذكر الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ صالح، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء لا يسعني الشيخ صالح إلا أن أقول: عظم الله أجرنا وأجركم، وإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بقضاء وقدر. ونسأل الله عز وجل أن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان. آمين. ويسكن فقيدكم الفردوس الأعلى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. عندما نتكلم عن الذكر نتكلم عن قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. فالمولى عز وجل على جلالة قدره يتودد لنا بأن نذكره، وإذا ذكرناه ذكرنا، ويذكرنا المولى عز وجل بأن ييسر أمورنا ويفتح لنا الأبواب وييسر لنا الأرزاق ويطمئن قلوبنا. ولذلك فعلا إنها لصفقة رابحة، ذلك أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل ذكره المولى عز وجل. ولذلك فإن المولى عز وجل عندما يحدثنا عن العبادة يحدثنا بضرورة الاقتصاد وضرورة الاعتدال. ولذلك في الحديث الشريف: فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وفي الحديث: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. قيل: ومن المتنطعون يا رسول الله؟ قال: المتشددون في غير موضع التشديد. لكن عندما تعلق الأمر بالذكر، المولى عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فلعلكم تلاحظون بأنه عندما يتعلق بالعبادات العادية ينبغي أن يكون هناك اعتدال، ينبغي أن يكون هناك اقتصاد، لأن الله لا يمل حتى نمل. فإذا تعلق الأمر بالذكر فإن المولى عز وجل يقول كما أسلفت قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي الحديث الذي ربما بدأتم به هذه الحصة وهو حديث عجيب، نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: ذكر الله.
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فلعلكم تلاحظون بأنه جعل الذكر أفضل الأعمال على الإطلاق، بل أفضل حتى من الجهاد. ولذلك نقول إن الذكر يسير على من يسره الله عليه، وإنه فعلا لمعراج ولسلم نصل به إلى مدارج السالكين. ولذلك أحث نفسي وإخواني بأن نذكر الله عز وجل. وفي الحديث الشريف المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ولذلكم قد يقول قائل: إني أشعر بالخوف، وإني أشعر بالوحشة، وإني أشعر بالوحدة، وليس لي مؤنس. نقول: كيف يشعر بالوحشة، وكيف يشعر بالوحدة، وكيف يشعر الإنسان بالخوف ولقد يسر الله عز وجل له بابا من أعظم الأبواب، وهو ذكر الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يعني إذا ذكرت المولى عز وجل فإن المولى عز وجل يكون معك برعايتك وبتوفيقك، وبأن يملأ قلبك طمأنينة، وأن يملأ قلبك قناعة، وأن يملأ قلبك رضا بقضاء الله عز وجل. فلقد تصيب المرأة مدلهمات عظيمة، يقول: لا يمكن أن تنتهي هذه المدلهمات إطلاقا. لكن إذا طرق المولى عز وجل باب الذكر، طرق العبد باب الله عز وجل، فإن الإنسان يطمئن قلبه وينشرح قلبه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فلئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وما أعظمها من مرتبة يعني يعطيها لنا المولى عز وجل، أن يذكرنا الله عز وجل بأسمائنا، فييسر لنا الرزق، وييسر لنا الرضا بقضاء الله وقدره، وييسر لنا الطمأنينة. فلئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من المولى عز وجل في ملأه الأعلى يذكرنا. وفي الحديث أن المولى عز وجل إذا أحب عبدا، والجدير بالذكر أنه لا يحبه إلا إذا ذكره. ولذلك إذا أحب الله عبدا نادى المولى عز وجل جبريل وقال: لقد أحببت فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء فيقول بأن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه. فإذا فعل جبريل ذلك يكتب لصاحبنا هذا القبول في الأرض. ولذلك بعض الناس بمجرد أن تلتقي بهم، بمجرد أن تجلس إليهم، تشعر بالطمأنينة. ذلك لأن الله عز وجل قذف في قلوبنا محبتهم. لماذا؟ لأنهم من الذين يذكرون الله عز وجل ذكرا كثيرا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فلئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فأنتم ترون بأن الذاكر في رحاب الله عز وجل، في ضيافة الله عز وجل، يذكره في نفسه، ويذكره في ملئه، ويحبه. وبالتالي فإن هذا الأمر يسير على من يسره الله عليه. ومن أفضل أنواع الذكر تلاوة القرآن الكريم، ومن أفضل أنواع الذكر لا إله إلا الله محمد الكلمة الطيبة، ومن أفضل أنواع الذكر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل أنواع الذكر الاستغفار، ومن أفضل أنواع الذكر التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. فأنتم ترون بأننا فعلا في واحة فيها الخيرات الكثيرة. ولعله من أسهل الأمور التي أعطاها لنا المولى عز وجل هو ما ورد عن سيدنا معاذ رضي الله عنه، أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ،
فقال معاذ: نعم يا رسول الله. قال: إني لأحبك. ولعلكم ترون يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ودود مع أصحابه. إني لأحبك ولا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنتم ترون كلمات يسيرة، ومع ذلك مهر هذه الكلمات هو حب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كلمات بسيطة، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بها سيدنا معاذ رضي الله عنه، وينصحنا بها جميعا. وما دمنا نتكلم عن الصلاة، فلقد ورد بأن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات التي يقول فيها المولى عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلكم لعلكم عندما أقول السلام عليكم ثم أقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله، قيل له: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. فلعلكم ترون بأنها كلمات بسيطة، ولكن مع ذلك لها أجر. سيدة فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستحت أن تذهب إليه، فذهبت إلى السيدة عائشة، قالت يا عائشة قولي أو يا أمي، رغم أن السيدة فاطمة أكبر من عائشة، نعم. ومع ذلك قالت لها: يا أمي قولي لوالدي يعطيني خادما، لأن سمعت بأن خدما جيء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لمحمد أن يعطي لابنته فاطمة خادما ويترك أهل الصفة. ذهب لها وقال لها: يا بنية لا أستطيع أن أعطيك خادما وأترك أهل الصفة، أهل الصفة أولى بالخدمة منك. ثم قال لها: أفلا أدلك على خير لك من خادم؟ قال: قولي إذا أويت إلى فراشك سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فذلك خير لك من خادم. كثيرات هن النساء التي يقولن بأننا فعلا متعبات، الشغل الكثير في الدار، والنبي عليه الصلاة والسلام يحل المشكلة مع فلذة كبده سيدة فاطمة رضي الله عنها بطريقة عجيبة. يقول لها: إذا أردت أن تكوني مرتاحة قولي سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فذلك خير لك من خادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن على بركة الله نبدأ في استقبال الاتصالات والمكالمات دائما على أرقام الخدمة والتي تظهر لكم أدنى شاشة مشاهدينا الكرام: 021-39-43-44 021-37-42-87. في انتظارها واستقبالها إن شاء الله. نعم سيد أحمد، هل معنا اتصالات؟ نعم. طيب معنا أول اتصال، أم إسلام من ورقلة. السلام عليكم ورحمة الله. أم إسلام تفضلي. أم إسلام نعم، إذا تسمعيني أم إسلام تفضلي بالسؤال. نعم. ألو. نعم. طيب نمر إلى مكالمة أخرى من المدية عبد الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحكيم من المدية تفضل. ألو السلام عليكم. وعليك السلام عبد الحكيم ورحمة الله وبركاته. الله يبركاته. يا شيخ، من بين هذه الشروط التوبة أربعة، من بين هذه الشروط هو رد المظالم إلى أهلها، وهو كذلك. نعم. فكيف ترد المظالم إذا كانت خاصة بالعرب؟ سؤال ثاني،
هناك رجل يفلح أرض، وهذا الرجل له إخوة وله ابن أخ ولا يعطيهم حقهم من هذه الأرض، فما حكم الشرع في ذلك؟ هي ميراث؟ لا لا ميراث لا. السؤال الثالث أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا في لمحة قصيرة عن الصيغة الإسلامية وكيفية التعامل بها. بارك الله فيك. شكرا عبد الحكيم، مع السلامة. طيب نبقى في الاستقبال المكالمات والاتصالات. أم إسلام معنا، نعم السلام عليكم. عيدكم مبارك الأخ الكريم. عيد سعيد إن شاء الله. وعيد على الأب والشيخ العظيم عمار محجوبي. يحفظك. يسلم عليك يا شيخ عمار. سؤال أول عندي، هل جزاء وثواب من يذكر يعني يعني يحسب بالأيادي يذكر يعني وكاين السبحة، هل جزاء تاعهم يعني جزاء نفس الجزاء يعني عند ربي سبحانه؟ ماشي واضح ان شاء الله. والسؤال الثاني كنت حامل في الشهر الاول، نعم، وكشغل تعبت وسافرت من باسكرة الى توقرت، وكشغل ذاك النهار شربت الماء ما قدرتش نصيم في رمضان، قعدت نشرب في الماء، من بعد كي ريحت وفات رمضان صبيت هذاك النهار، يعني هل هناك زعما اسم ولا كفاره ولا؟ هذا السؤال الثاني. واضح ان شاء الله. وسؤال ثالث بارك الله فيك، عندي والدة عندها ضغط ارتفاع الضغط الدموي، شفاها الله وعافاها، وساعات نطلب منها نقول هذا ما هي كي تتعب وتقضي ساعات نرفع صوت عليها خوفا عليها، شو نرفع صوت عليها خوفا عليها، هل هناك علي اسم؟ ساعات نطلب منها السماح، يعني الشيخ هل هناك علي اسم ولا واش ندير زعما؟ وشكرا على واضح ان شاء الله، الله يرزقك برها ان شاء الله ويحفظها لك ان شاء الله. شكرا يا ام اسلام. ام فؤاد من العاصمه. ام فؤاد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام فؤاد سمعيني من التلفاز، الله يرضى عليك، من الهاتف رجاء نقصي التلفاز حتى لا يكون هذا الصدى الذي يحول بين سماعك. نعم يا ام فؤاد. نعم ألو. أم فؤاد تفضلي نسمع إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي خويا مسكين غير كاين مات، أنا بزاف متحرقين عليه، أنا حابة الشيخ على بيت عيدو بالرحمة، وخويا مسكين بزاف مصاب في الصحراء مسكين. نعم. داو يلحقوا في السبيطار مسكين تواتا، مات ربي يرحمه. دوكا حبيت هو مسكين كان خدام يدي هذيك الشاليط فيهم هذوك الجنود ديال الحدود هذوك على الحدود تاع ليبيا تاع الميدان ديال الشاليات، حبيت نشوف هيدا خويا تكون كان مات كيف الشاهد، هو في الحقيقة مات مقطون مسكين، هاك تسمح ليا؟ يعني كان عنده مرض في البطن. ألو. كان عنده مرض يا أم فؤاد. قلت لك خويا مات مقطون. مقطون كان كان عنده مرض. مسكين جابوه فهمت. الو. اي نعم نعم واضح ان شاء الله، واضح واضح يا ام فؤاد. شوف واضح. مثل ما قلت لك مات مقطون ومات يوم الجمعه، انت قالوا لنا ان شاء الله ما عندك كامل عذاب القبر. نعم. وقلتي انه كان على الثغر يعني كان مرابط. مات موت الفجاه، مات موت الفجاه، طاف بزاف انا محروقين عليه، هذا انا بالصبر وادعو له بالرحمه. كلمة يوم الجمعة صوت أنا قالنا بلي ما تتكمل عذاب القبر ومات مفطور ومسكين مسكين تبلوكات له الحصومات ضد بادي مختار، ما داو يلحقوه الرقه مسكين الحق يتلوى مسكين السبيطار، ومن بعد مسكين جات شوية صوت له الدم نسيتو طاف حتى جاتنا الساعه طفانا في حتى عليه مسكين. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه يا أم فؤاد، ربي يرزقكم الصبر إن شاء الله عليه. يدعو له بالرحمة إن شاء الله. إن شاء الله. واللي راهم يسمعوا فينا كامل يدعو له بالرحمة إن شاء الله. يا رب. محروقين يما كام رانا محروقين عليه، هما سنين بحطوه كوفيد مسكين. طيب اسمعي الكلمات اللي تفضل بها الشيخ، إن شاء الله تكون لكم سلوانا وصبرا جميلا إن شاء الله يا أم فؤاد. بارك الله فيك، رحمه الله ورحم الله كل أموات المسلمين. طيب نبقى في تواصل مع مشاهدينا الكرام. أم عبد الإله من قسنطينة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أوفقكم الله جميعا لخدمة عباد الله. ربي يحفظكم. ونشكركم على هذه الحصة. الله يبارك فيك ويسلمك، بارك الله فيك. إلى من قسطنطينة. جزاك الله خير. أنا عندي مرض عصبي وأعالج عليه، وهذا المرض هذا سهل نفسي، وكل ما نكون نصلي وألتزم بقرآن أنا حافظة لثلاثين جزء ما شاء الله. كل ما أكون أصلي يأتيني في المنام الاحتلام، وهذا يسبب لي إزعاج كثير، كل مرة أضطر للاغتسال وأعيد لكي أصلي، وهذا يؤرقني كثيرا، وفي بعض الأحيان تصعب علي الصلاة. يعني الحل تاعي، ما هو الحل تاعي يا سيدي من فضلك؟ واضح يا أم عبد الإله، واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب في اتصال على الخط، من معي؟ نعم، من مسيلة الأخت فاطمة، تفضلي. نعم يا فاطمة، فاطمة من مسيلة تفضلي. نعم. ألو. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مرحبا. شيخنا عندي سؤال ممكن؟ مرحبا. طيب سمعينا من الهاتف الله يرضى عليك، ما تسمعيناش من التلفاز يا فاطمة. أنا عندي في الحقيقة، ألو؟ نقصي التلفاز، نقصي التلفاز يا فاطمة. أنا عندي والدي ربي يرحمه توفى. رحمه الله. ولما هو كانت عنده أمه كانت عندها أراضي، وعنده أخته وأخوه، وأمه كتبت له كل شيء لي هو وحده فقط. كتبت له لي كلش وحده فقط، خوفا من أنها يعني هو الكبير وكل شيء، كانت ممكن في قرارات نفسها أن أخوها وأخته يزالوا معاه يعني. إيه؟ لكن أبي يعني في الحقيقة ربي يرحمه ما مدش حق لأخته ولا أخته ولا أخوه، وتوفى ذوك والدي، وعندي خالتي يعني ذوك، إحنا خمس ذكور وثمان بنات، كانوا هما ذوك راهم حابين يعني، والدي عنده 10 سنوات ملي توفى. نعم. لحد الان ثاني ما قسموا ما التركه نهائيا. دوك حابه نعرف اسكو من يعني خالتي لازم يمدوا حق عمتي وعمي بل يقدوا يدوا حقوقهم، ولا يعني يدوا، ولا دوك يعني عندهم الحق انه يدوا كلش. هل طالبوا هما بحقوقهم؟ هل قالوا عندنا حق ونسالوا فيه؟ هل طالبوا بالحق ولا لا؟ هي بالحقيقة عمي نزل حي، لكن عمتي توفات. وطالبوا بحقوقهم ولا لا؟ هل طالبوا بها؟ هل طالبوا بها ولا لا؟ عمتي طالبت ومن بعد تراجعت، طالبت ومن بعد صارت مناوشات مع أبي، ومن بعد ولات قالت له ما عليهش وكلش. وعمي نزل، كانت صايرة بيناتهم يعني خلاف وقعدوا هذاك. واضح واضح. خالتي في الفترة هذا راهم يحاولوا يديروا يشموا التركة. اسكو يعني حق يمدوا قبل لعمي وعمتي بل يقضوا يدوا حقهم، والله والله ما يدوش. واضح ان شاء الله. في نفس الوقت يا شيخ الله يسترك يا شيخ، اتمنى ان تعطونا نصيحه، احنا خصوصا في المناطق الزنائيه دائما عندنا مشكل، خصوصا في المراه المشتركه، حتى انا اخواتات خالتي راهم دايرين البنات ما يسالوش، يعني باللي البنات ما حقهمش، ويعني والطفلة لما تقول نورت يعني عندهم شيء يعني كبير وما في يعني، نتمنى بس يمد. الرسالة واضحة، واضح يا فاطمة، واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. مع السلامة. شكرا. في أمان الله. طيب نجيب إن شاء الله، أو في مكالمة بقات على الخط نستقبلها. وهيبة من جيجل. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. صحة عيدكم. عيد سعيد ومبارك ان شاء الله. تفضلي. يا شيخ سؤال تاعي، عندي اختي في المهجر. نعم. وعندها مبلغ من المال الزكاة، وهنايا كاين شخص محتاج للمبلغ يعني جدا. هي تستفسر، وفي الظروف هذه ما تقدرش
صرف المبلغ ولا هذيك. استفسر هل بإمكان شخص يعطي المبلغ هذا لهذا الشخص وعندما ترجع إلى البلد تعيد له المبلغ؟ نعم واضح إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ مع السلامة. تابعينا سيدة وهيبة لتسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. فيك البركة إن شاء الله. إذا شيخنا عمار نبدأ على بركة الله مع عبد الحكيم من المدية يسأل عن كيفية رد مظالم الأعراض. إنسان الذي يقع في أعراض الناس ثم يتوب إلى الله تبارك وتعالى فكيف يرد هذه المظالم؟ ومن رحمة الله عز وجل أن فتح الله لنا باب التوبة، فإن الإنسان ليس ملاكا قد يخطئ، ومع ذلك فإن الإنسان إذا استيقظ ضميره وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فباب التوبة مفتوح. يقول العلماء بشروط، يقول العلماء بشرط رد المظالم، وبشرط أن يعاهد الله بأن لا يعود إلى ذلك الذنب، وبشرط بشروط يذكرها الفقهاء. لكن ما دام الأمر يتعلق بمظالم الأعراض فإن الإنسان عادة عندما يغتاب أخاه أو عندما يقع في عرضه بأي شكل من الأشكال فإنه إذا أراد أن يستحله قد يكون الاستحلال سببا في مشكلة، سببا في إيقاع، سبب في مفسدة. يعني أنا إذا ذهبت إلى أخي لأقول له إنني قد اغتبتك وقلت فيك وقلت فيك، لعل أخي هذا الذي ذهبت إليه من أجل أن أستحله من مظلمة الغيبة لعله يغضب غضبا شديدا ويعاديني طيلة عمره، بل لعله يعتدي علي. ولذلك يقول العلماء إذا كان الاستحلال من مثل هذه المظالم يؤدي إلى مظلمة أكبر أو يؤدي إلى مفسدة أكبر فإن الإنسان يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار لمن وقع في عرضه. فإن كان وقع في عرض أخيه والحال أنه قد اغتابه على سبيل المثال فإنه يكثر من الاستغفار له ويتصدق عليه ويدعو الله له في جوف الليل، فإن ذلك كله يعتبر كفارة بإذن الله عز وجل. أما أن يذهب إلى أخيه ويقول له كلمة قد تكون سببا في زيادة الشقة ما بين الإخوان فإن هذا ما ينبغي أن يكون والله أعلم. جزاك الله خير. يقول أن هناك شخص يستغل أرض وهي حق للورثة ولا يعطي الورثة أو أصحاب الحق حقهم من هذه الأرض. والله في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ليس ذلك المفلس، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأكل دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياه فطرحت عليهم. ولذلك نقول إن الإنسان قد يكون ما شاء الله عز وجل مصليا مزكيا قوام لليل لكنه لا يراعي الله عز وجل في قضية الارتزاق بالحلال، لا يراعي الله عز وجل في قضية أكل مال الغير أو أكل مال اليتامى أو الغش أو الارتزاق بالرشوة أو الارتزاق بالمال الحرام. ولذلك نقول أي نعم نحن مطالبون بأن نتقرب من الله عز وجل، ومع ذلك قبل ذلك وبعد ذلك ينبغي علينا أن نرتزق من الحلال. ولذلك أعتقد بأن سعد بن معاذ رضي الله عنه
جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه، قال له: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ولذلك الكثير من الناس يعتقدون بأن الوصول إلى مدارج السالكين يكون بمجرد الطاعات التي نعلمها، ولكنه لا يبالي وهو يأكل مال أخيه أو مال أخته أو مال أحد الورثة. ولذلك نقول بأن الإنسان إذا كان يأكل أموال الناس بالباطل رغم أنه يعمل الصالحات، إلا أنه أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس فينا من يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وأكل دم هذا وقتل هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناتي، إلى آخر الحديث. ولذلك نقول للأخ الكريم الذي ربما زلت به قدمه ويعني وقع ربما في مال غيره من إخوانه وأخواته، يعني نسأل الله عز وجل أن يرجع به إلى الجادة ويهديه للطريق المستقيم. آمين يا رب العالمين. أسأل عن الصيرفة، هل لك شيخ عمار ما تفيده في هذا الموضوع؟ لابد أن نقول كلمة. النظام المصرفي الذي كان يسود العالم نظام مصرفي ربوي. ولذلك عندما تأتي تجارب من بعض البنوك، ولعل هذا الأمر ولله الحمد قد بدأ يظهر في كثير من بنوكنا، فالذي أخبرت به قبل أيام قليلة بأن البنوك الوطنية أصبحت لها أبواب ربما للصيرفة الإسلامية، الذي نقوله عندما نجد خطوة نحو الحلال، عندما نجد أن هناك خطوة نحو التحول المؤسسة من مؤسسة ربوية محضة إلى مؤسسة فيها الحلال، فنحن نشجع ذلك. أي نعم، قد يكون هناك نقصان، وقد يقول قائل إن القضية مجرد تلاعب، لكن الفرق بين الحلال والحرام كلمة. بعض الناس يقول لك إن الفائدة التي يأخذها البنك الإسلامي أكثر من الفائدة التي يأخذها البنك الربوي. القضية ليست قضية فائدة، وإنما القضية قضية ربا وقضية بيع. فإذا كانت القضية ربا فإنها حرام، وإذا كانت بيع ولعل الهامش فيها كبير ولكنها مع ذلك بيع. والمولى عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك معذرة من إخواني، ولذلك نقول لإخوة الكريم، أنا شخصيا لست من الذين يضيقون الأبواب، فإذا كان البنك يريد أن يتحول ولو تدريجيا من التعامل الربوي إلى التعامل غير الربوي، فهذه خطوات نثمنها، بل إننا نتوجه بالشكر الجزيل لولاة أمورنا أن يعني أعطوا التعليمات من أجل أن تفتح أبواب في كثير من البنوك الوطنية، أن تفتح فيها أبواب للتعامل بالصيرفة الإسلامية، والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. أم إسلام من ورقلة قالت: هل جزاء من يذكر الله بالسبحة واليد نفس الثواب؟ لهما نفس الثواب؟ والله المولى عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وبعض الناس قال وبعض الأذكار ورد فيها التحديد، فلقد ورد أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما ختم القرآن الكريم، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون أربع مرات كأنما قرأ القرآن كله، ومن قرأ الزلزلة مرتين فكأنما قرأ القرآن كله. ولذلك بعض الأعداد واردة في السنة، يعني من قال دبر كل صلاة ثلاثا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، يعني قيل له أدخل الجنة من أي أبوابها الثمانية. ولذلك نقول كون بعض أنواع الذكر محددة بأعداد هذا وارد في السنة، بل ذهب بعض المربين إلى أن الالتزام بالأعداد مدعاة
لتواصل العمل. وفي الحديث أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، ولذلك إذا التزم الإنسان بأن يذكر الله عز وجل كل يوم 10 مرات أو كل يوم 50 مرة أو كل يوم 100 مرة وكان المقصود هو أن يواصل هذا العمل فذلك جميل. أما والأجر لا يتعلق بأداة العد السبحة أو الأنامل، وإنما يتعلق بالذكر ويتعلق بالقصد. فلئن ذكرت بأناملك فذلك جميل، وإن ذكرت بالمسبحة فذلك جميل، وإن ذكرت الله عز وجل ذكرا كثيرا ولم تلتزم لا بالأنامل ولا بالمسبحة فذلك أجمل، والله أعلم. جزاك الله خير. بالنسبة لسؤالها الثاني عن إفطارها في شهر رمضان بسبب الحمل والسفر، لو أنك لم تكوني حاملا وسافرت في رمضان فالمالكية يقولون إذا خرج المسافر وجد في الطريق فإنه بإمكانه أن ينشئ الفطر. ولذلك ما دمت خرجت من بسكرة وانت رايح على تكورت، بمجرد ما نخلي تاع بسكرة وراك، إذا أردت أن تأخذي بالرخصة فلك ذلك، لأن الفطرة في السفر رخصة وليس سنة. ولذلك نقول إذا أردت أن تأخذي بالرخصة فلك ذلك وتقومين بعملية القضاء، ولعلك قمت بعملية القضاء والله أعلم. نعم، قالت قضيت هذا اليوم كما ذكرت. نعم. هذا هو المطلوب. طيب، أحيانا تقول أنها الوالدة مريضة وعندها الضغط الدموي، أحيانا ترفع صوتها على والدتها يعني خوفا عليها في استعمال الدواء وغير ذلك، وثم تطلب الاعتذار والسماح منها. هو حبذا لو أنك حاولت أن تتزني مع والدتك، لأن المولى عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع لهما. أما أن يغضب الإنسان على والده أو على والدته فذلك ما ينبغي أن يكون. لكن مع ذلك يعني نحن بشر ولقد تزل بنا أقدامنا ونقع في يعني ما لا يرضي الله عز وجل، فلئن وقعنا في ذلك نستغفر الله. لكن ما ينبغي أن يكون الإنسان كلما يعني تنرفز يصرخ على والدته أو على والده. نقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة حتى وإن كانت الوالدة سيئة، حتى وإن كان الوالد سيء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي سيئة الخلق، كأنه يقول له دعني يا رسول أربي والدتي. قال لم تكن سيئة الخلق عندما حملتك. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. قال لم تكن سيئة الخلق عندما وضعتك. قال يا رسول الله إن أمي سيئة الخلق. قال لم تكن سيئة الخلق عندما ربتك. ولذلك أنتم ترون بأن الوالدة فعلا ربما كانت سيئة الخلق، ومع ذلك هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام للسائل عليك أن تربي والدتك أو عليك أن تربي والدك؟ كلا. ولذلك نقول للأخت الكريمة أولا جزاك الله خيرا على أنك تسألين على دينك وأنك تشعرين بتأنيب الضمير، لأنك من حين لآخر ربما ترفعين صوتك. الذي ننصحك به لا ترفعي صوتك على والدتك، حاولي دائما وأبدا حطي لقلاص على الأعصاب بتاعك عندما يكون التعامل مع الوالد أو عندما يكون التعامل مع الوالدة، لأن الوالد والوالدة شرهما شر وخيرهم يعني المهم الوالد والوالدة ينبغي أن نتعامل معهما بالإحسان وليس بالمنطق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يأخذ مالي. النبي عليه الصلاة والسلام الآن لا يتعامل مع السائل تعاملا قضائيا وإنما يتعامل تعامل أخلاقيا. قال له أنت ومالك لأبيك
في حين أنه من الناحية القضائية ومن الناحية الفقهية أن للولد ذمة مستقلة. أي نعم الوالد لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده إلا بإذنه، ولكن مع ذلك ما ينبغي للولد أن يتعامل مع والده بمنطق القانون وبمنطق يعني هذا لك وهذا لي. النبي عليه الصلاة والسلام قال للسائل: عيب لك أن تتعامل مع والدك بهذا المنطق، أنت ووالدك لأبيك، دار ليك فعلا والحوانت ليك فعلا والطلبيلات ليك فعلا والدنيا كل ليك فعلا، لكن عيب أن تتعامل مع والدك بمنطق هذا لي وهذا لك، وإنما كل أنت ومالك وأهلك كلكم للوالد من حيث الأخلاق والمعاملة. والله جزاك الله خير. أم فؤاد من العاصمة، يعني في صدمة الموت من وفاة الأخ رحمه الله من مدة قصيرة، قالت: مات مبطون ومات يوم الجمعة وكان يرابط على الحدود. والله الله عز وجل يعني يجعل في المحنة منحة، فعلا بأنكم فقدتم هذا الولد، ونقول عظم الله أجرنا وأجركم، آمين، وإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بقضاء وقدر. اللهم أسكنه فسيح جنانك وأدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، لكن مع ذلك هذا قضاء الله وقدره، والله عز وجل أرحم به منا. أي نعم نحن كنا نتمنى أن يرجع إلينا وأن يعيش بيننا ونفرح به، لكن ما رأيكم أن الله عز وجل أراد أن يفرح به هو، أراد أن يزفه إليه في الملأ الأعلى، أراد أن يسرع به إلى الجنة. ولذلكم أي نعم إن القضية فيها جانب محزن، ولكن فيها جانب مفرح باعتبار أن الله عز وجل قد اختار هذا الولد ولقد كان مرابطا في سبيل الوطن. وأكرم بها وأكرم به من لواء يرفعه على رأسه. ولقد مات مبطونا والمبطون شهيد، ومات وربما يعني كان بعيدا عنكم وما إلى ذلك، لكن مع ذلك نقول بأن الله عز وجل قد زفه إليه زفا. ففي القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ عندما يأتي ملك الموت. ملك الموت جاء في هذه عين قزام، في عين قزام، ولكن ملك الموت جاءه ومعه ملائكة الجنة لكي يزفوه إلى الله عز وجل زفا. إن الذين قالوا ربنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يقولون له: لا تخف فإنك مقبل على رب سوف يدخلك الجنة، ولا تحزن على أهلك في العاصمة أو في المكان الذي هو فيه فإنهم في رعاية الله عز وجل. نقول نسأل الله عز وجل لذويه يعني أن يمن عليهم بالأمن والطمأنينة والأمن والسلوان، ونقول: أجاركم الله في مصابكم وأبدلكم خير منه، والله عز وجل أرحم به من والدته وأرحم به من والده وأرحم به من إخوانه وأخواته، فلو عرفنا ما الذي أعده الله له لأقمنا عرسا. والله أعلم. بارك الله فيك شيخ، شكرا جزيلا. أم عبد الإله من قسنطينة تقول أن عندها مرض عصبي يعني وتعالج عليه وهو نفسي، هذا الشق الأول. والشق الثاني أنها يأتيها الاحتلام كثيرا في منامها فأصبح يجعل لها إشكال في الصلاة وغير ذلك. بادئ ذي بدء إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وأشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل، الأمثل بمعنى الأفضل. ولذلك إذا ابتلي الإنسان بمرض أو ابتلي بفقدان ولد
أو ابتلي بالفقر أو ابتلي بأي أمر من الأمور، فليس ذلك دليل على غضب الله عز وجل. بعض الله يخطئون يقول لك ما دام هذا المخلوق مبتلا بكذا وكذا فالله غاضب. كلا، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا وجدنا العبد مبتلا فهذا دليل على أن الله عز وجل يحبه. بل إن المولى عز وجل عندما يحب العبد، يعني عندما يحب العبد يكون أفضل، أشدكم حبا أو ما أشدكم بلاء أو ما إلى ذلك، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك نقول للأخت الكريمة لا تحزني ولا تعطي لهذه القضية وزنا، وإنما غاية ما في الأمر أن الله عز وجل أحبك فابتلاك. ولذلك نقول لك عليك أن تقري عينا وأن تهدئي نفسا، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. الأمر الثاني، تقول الأخت الكريمة بأنها تعاني من الاحتلام المستمر. الاحتلام المستمر إما أن يكون أمر عادي، فهذا أمر عادي لا نلتفت إليه مطلقا، وإنما نقوم بعملية الاغتسال إذا وجدنا الأثر وما إلى ذلك. لكن إذا أصبح نوعا من تلبيس الشيطان، هذا النوع يسميه الفقهاء الاستنكاح. والاستنكاح أن يتردد هذا المرض كثيرا، قد يكون أكرمكم الله في البول، قد يكون أكرمكم الله في الريح، قد يكون أكرمكم الله في أمور أخرى مثل الأمور التي ذكرتها. ولذلك ما الذي نفعله؟ الذي نفعله أننا عندما نتوضأ إلى الصلاة نتوضأ وضوءا عاديا، فإذا وقع لنا الأمر الذي تكلمنا عليه وهو الاستنكاح، هل نلتفت إليه؟ لا نلتفت إليه، نعتبره كعدم النقض. يعني لو فرضنا أن إنسان يعاني من سلس البول وهو مضطر إلى أن يعيد الوضوء في كل صلاة، نقول له إذا أصبحت عادة الإنسان هذه فإنه لا يلتفت إلى هذا السلس، وإنما يلبس لباس يقيه هذه القطرات وما إلى ذلك، ثم يتوضأ ويصلي. فلو خرجت بعض القطرات بعد وضوئه، هل يعتبر وضوءه منتقضا؟ لا يعتبر وضوءه منتقضا، وإنما متى يتوضأ؟ إذا ذهب إلى دورة المياه بشكل عادي. ولذلك الأخت الكريمة كذلك نقول لها لا تغتسلي إلا إذا وقعت في موجب الاغتسال، أما إذا كان الموجب للاغتسال هو هذا الاستنكاح الذي يقع لك كثيرا لا تلتفت إليه، ونسأل الله لنا ولك التوفيق. آمين يا رب العالمين. فاطمة من مسيلة تقول والدها مات رحمه الله، وكانت لأمه أراضي، كتبت هذه الأراضي على اسمه، وله أخ وأخت، لم يعطي لهما شيء حتى مات، فما هي النصيحة لفاطمة من مسيلة شيخ عمار؟ والله أتمنى أن تذهب الأخت فاطمة إلى المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية للمسيلة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها. لكن جملة، يعني يبدو أنها من منطقة نائية كما قالت. نعم، لكن عادة نقول بأن الإنسان إذا كان في إذا لم يكن في مرض الوفاة وكتب أمواله لزيد أو عمرو أو فلان أو علان من أبنائه أو من غيره، هذه الهبة أو هذا العطاء يصح. لكن قال العلماء إذا كانت هذه الهبة أو هذا العطاء يكون سببا في حرمان بعض الورثة، فإن هذه الهبة وهذا العطاء يكره ديانة ويمضي قضاء. ما معنى يكره ديانة؟ أي على هذا الذي وهب أن لا يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل له هذا الكلام قال للسائل لا تشهدني على جور أشهد غيري. يقول العلماء
النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد غيري، هذا دليل على أنه لم يحرمه وإنما كرهه، فلو أنه كان حراما لما قال أشهد غيري وإنما قال لا تفعل ذلك. ولذلك نقول إذا كان الأخ الكريم على قيد الحياة فليتق الله عز وجل، وحتى وإن أفتاه بعض الفقهاء وحتى وإن كتب بعض الموثقين له وثيقة تجعله يستولي على المال، نقول له ديانة الأفضل أن تقسم المال حسب التركة على قاعدة تدوم التجهيز والدين والوصية والميراث، والمولى عز وجل يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فلا يعقل أن ينزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم الدين يقسم به التركة ثم بعد ذلك يقوم صاحب المال بتخصيص هذه التركة إلى أحد الأبناء، ليس حراما ولكنه مكروه، وحسبه ربما إثما أنه مكروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. نستمع إلى اتصال الحاج من سطيف. السلام عليكم الحاج من سطيف، تفضل أخي الحاج من سطيف، تفضل. نعم ألو. نعم الحاج تفضل. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف الشيخ، عندي سؤال. برك مرحبا تفضل. سؤال فيما يخص تجارة، أنا إنسان بطال يعني ليس لدي عمل. نعم. وأمارس تجارة نقولوا بدون وثائق، تجارة أني أطرح كما يقولون تجارة هكذا موسمية والله بدون وثائق. نعم واضح. سؤال ثاني لا سمحت الشيخ. ما هو السؤال؟ ألو. ما هو السؤال؟ ألو. الحاج الشيخ يسألك السؤال. بالنسبة للسؤال الأول، يعني أنت تتحرج من هذه التجارة التي هي بدون وثائق؟ نعم يا الحاج. ألو. الحاج لا يسمعنا جيدا، نرجو التواصل معه أخي سيد أحمد، رجاء التواصل معه ليسمعنا جيدا. نمر إلى مكالمة أخرى. نعم. طيب شيخ نكمل في الإجابة. بالنسبة لفاطمة من مسيلة ترجو نصيحة لمن يحرمون البنات من حقوقهن في الميراث، قالت أنا في منطقة أهلها يفعلون هذا، يحرمون البنت من حقها وميراثها. والله هذا المرض موجود في كثير من بقاع العالم الإسلامي، وهو أن بعض الناس يقولون بأن إعطاء المال للبنت يخرج المال من الأسرة الكبيرة، والواقع أن هذا يعني نوع من الافتراء على الله عز وجل، لأن المولى عز وجل الذي قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يعقلون، المولى عز وجل الذي خلقنا وهو أعلم بما يليق بنا هو الذي أنزل التركة وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فلئن قال بعض الناس بأن إعطاء المال للبنت هو نوع من توزيع التركة على الغير، فكأننا قلنا بأن المولى عز وجل مخطئ وبأن النبي عليه الصلاة والسلام مخطئ. ولا أظن مسلما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يرضى بأن يصف المولى عز وجل بالخطأ أو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ. بارك الله فيك، شكرا. نستمع إلى خديجة من البيض. نعم خديجة من البيض، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي يا خديجة. أعاني من مرض عصبي، وعايش عدة سنوات. مشكلتي أنني يتقدم إلي خطاب ولا ينجح ذلك بسبب
أنني قمت برقية مع أئمة وليس مشعوذين، وذكر لي أن ذلك بسبب سحر حرز مدفون في القبر. لا أشفى، مدة 25 سنة علاج بدواء الأعصاب، ولا أتزوج. السؤال المطروح، ما العمل لكي أشفى أو أتزوج؟ واضح يا خديجة، واضح. رفع الله عنك ما تجدين. جزاكم الله خير الجزاء. وإياك إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب، سؤال سائلة من جيجل الأخت وهيبة، أختها في المهجر وفيه شخص في حالة وبحاجة شديدة للمال، لها مال الزكاة، وهذه الظروف يعني يتعذر عليها إرسال المبلغ إليه، فهل تستطيع أن تستلف مبلغ الزكاة ليأخذها هذا الشخص وترجع هذا المبلغ مرة أخرى؟ نعم، يعني الأخت الكريمة عندها زكاة في فرنسا وتريد أن تعطيها لأحد أقربائها الفقراء في الجزائر، لكن قضية التحويل وما إلى ذلك فيها صعوبة. تسأل هل بإمكانها أن تطلب من أحد أقاربها في الجزائر ليعطي المبلغ للفقير، ثم إذا جاءت إلى الجزائر تعطيه هي المبلغ. الظاهر الجواز، لأن يعني غاية ما في الأمر أنها يعني طلبت منه أن يعطي المبلغ للفقير، وعندما تأتي هي إلى الجزائر تعطيه المبلغ، ولا حرج في ذلك إطلاقا، والله أعلم. جزاك الله خير. الحاج من سطيف يسأل عن هذه التجارة، يقول أنه بطال وليس له عمل ويمارس تجارة بلا وثائق، كربما ليس له سجل تجاري أو غير ذلك من الأمور التي هي مطلوبة في ممارسة المهن والتجارات. ويبدو بأن الأخ الكريم عنده ضمير يقظ. نعم. فكأنه يريد أن يمارس تجارة قانونية بحيث يعطي حق المجتمع من الضرائب وما إلى ذلك. نقول له جزاك الله خيرا، إن استطعت أن تقوم بعملية إصلاح تجارتك فافعل، ولكن مع ذلك يعني إن كانت الظروف التي تعانيها ربما فيها نوع من المشقة وما إلى ذلك، نسأل الله عز وجل أن يصلح شأنك، ويعني ندعو الله عز وجل لك بالخير باعتبار أنك تريد أن تصلح هذا الجانب من حياتك، وجزاك الله خيرا. آمين. خديجة من البيض تعاني أمرين، أو قيل لها أن بها يعني سحر وتعطيل عن الزواج، فتسألكم الإرشاد حول هذا الموضوع. إذا كان الإنسان به سحر، نعم. إذا كان الإنسان به سحر، فالمولى عز وجل قال وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يعني حل السحر بسيط، لا يحتاج أن نذهب إلى راق أو أن نذهب إلى فلان أو علان أو ما إلى ذلك. يعني إذا كان الإنسان عنده إيمان بالله عز وجل وعنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، يقرأ قول المولى عز وجل وقال موسى ما جئتم به، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يبطل السحر بإذن الله عز وجل. القضية قضية ثقة بالله عز وجل. الأمر الثاني، عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة من طرف بنات لبيد بن الأعصم ووقع له ما وقع، المولى عز وجل رقاه بصورتين يحفظهما كل الناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكل الناس يحفظون هاتين الصورتين. إذا كان هناك سحر فهل عندنا العلاج؟ عندنا العلاج. العلاج هو القرآن الكريم، العلاج هو دعاء المولى عز وجل، العلاج بعد ذلك وقبل ذلك هو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الذي ليس علاجا أن يتحول هذا الأمر إلى نوع من الغرائب، لكي أخرج من السحر لابد أن أذهب إلى فلان. انهينا شيخنا، حان الوقت
ولذلك نقول للأخت الكريمة يعني فك الله ما أنت فيه من سحر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك بزوج صالح أنت وجميع الأخوات والإخوة الذين يبحثون عن زوجات وأزواج. شكرا جزيلا، شكرا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، دمتم بخير والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته.